كيفية إنشاء هذه الهندل في دقيقة واحدة. ببساطة شديدة جدا هننشئ سيلندر ثم لوب كاتس أوف 9، بعد ذلك هنذهب مباشرة إلى ال DC Modifier Unsubdivide to B1 Apply، ثم نذهب مباشرة إلى Facebook After that هنختار Shift G Amount of Adjacent، Shift G Amount of Adjacent Faces، بحيث نختار كل الvertex كالتالي اللي هي في منتصف الفيس. Alt S للخارج طبعا مش لهذه الدرجة، ولكن Alt S مع Shift بسيط شديد. ثم Shade Smooth، نذهب إلى Subdivision Surface الاثنين 2، نختار كل الإدجز، ثم Shift E 0.8 maybe 0.8. بعد ذلك ممكن تغيير الشيفت الإدج أو الكريز من هنا من كريز. بكده يكون انتهينا من إنشاء الهندل أو الميكانيكال هندل.